مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يلقي كلمة بلادنا في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً، ولقاءات موسعة على هامش المؤتمر لبحث الأزمة الإنسانية وإحلال السلام والإرهاب الحوثي المزعزع له والمصدر الأزمات في المنطقة. أهلا بكم. بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي تستمر مشاركة بلادنا في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا اليوم الثاني في العاصمة القطرية الدوحة، ويشارك في المؤتمر العديد من قادة الدول والوزراء ورؤساء المؤسسات الأممية والإنسانية. وأكد مسؤولون أمميون ومشاركون في المؤتمر أهمية المؤتمر في بناء زخم سياسي لمعالجة تحديات البلدان الأقل نمواً وإقامة شراكات تنعكس إيجاباً على واقعها، فضلاً عن تقديم التزامات عالمية لتنفيذ برنامج عمل الدوحة خلال هذا العقد، داعين إلى العمل على تحسين التعليم وتطوير المهارات لتحقيق التغيير والتقدم في الدول الأقل نمواً من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وألقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي كلمة بلادنا في المؤتمر، شكر فيها تنظيم أعمال المؤتمر الموجه للدول الأقل نمواً، وأشار إلى الأزمة الإنسانية التي ساعدت ممارسات الميليشيات الحوثية على تفاقمها إلى جانب ضعف التمويل للحكومة والسلطات الشرعية، وأسلط الضوء على خطر هذه الميليشيات المدعومة من إيران على المنطقة. تعيش اليمن أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شحة الموارد أو تخاذل أبنائها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن في الإنقلاب والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني، الميليشيات التي تدربت ومولت من النظام الإيراني كمثيلاتها من الحركات الإرهابية والعنصرية المعلنة التي أنشتها إيران في دول عربية بغرض نشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها. لقد كان الموقف الأممي والدولي الواضح في رفض انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية وإدانة الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن، والتي ما زالت تموله إلى اليوم بإرسال هدايا الموت التي تقتل شعبنا عبر البحار وعبر البر. على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث عبر مجلي عن موقف بلادنا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمناصر لها في كافة المحافل الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة لشعبنا هي قضية العرب المركزية. بدوره ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواصلة بلادنا دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتأكيد على حل الدولتين لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وعلى هامش المؤتمر أيضا، التقى عضو المجلس عثمان مجلي كل من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء جمهورية أثيوبيا أبي أحمد، وثمن مجلي دعم الأشقاء في السودان ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ناقلا تحيات وتقدير رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وإخوانه أعضاء المجلس إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان وإلى الحكومة والشعب السوداني. ومع الجانب الأثيوبي، استعرض مجلي أوجه العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لخدمة الشعبين الصديقين في مختلف المجالات. كما التقى وزير الخارجية على هامش أعمال المؤتمر وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساغان، وخلال اللقاء أعرب بن مبارك عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الكندية الداعم لحكومة بلادنا وشعبنا، وخاصة في المجالات الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه كندا لدعم عملية السلام في بلادنا. من جانبه، أكد الوزير هارجيت تأييد بلاده لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، مجددا دعم حكومته لمجلس القيادة الرئاسي ومعبرا عن تطلعه إلى تحقيق السلام الشامل. في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية بن مبارك مع نائب وزير خارجية جمهورية ليتوانيا سيد مانتاس القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية. وتطرق الجانبان خلال اللقاء المنعقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، تطرق إلى المستجدات في بلادنا والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار ومقاربة الحكومة لإنهاء الانقلاب وتحقيق سلام شامل ودائم.
مجلس القيادة الرئاسي يشيد بدور هيئة التشاور والمصالحة ويحيي اجتماعاتها المنعقدة في العاصمة عدن، والعراد يلتقي السفير البريطاني لدى بلادنا ويدعو إلى تمسك مجلس القيادة بالسلام، وعضو المجلس طارق صالح يتفقد مشروع طريق كسر الحصار. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي وبحضور أعضائه سلطان العرادة والدكتور عبدالله العليمي وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي وفرج البحسني. وفي الاجتماع وقف مجلس القيادة الرئاسي أمام تقرير الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية وتداعياتها الإنسانية الكارثية. وأقر المجلس جملة من الإجراءات والتوجيهات لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة مع إبقاء الملف الاقتصادي والمعيشي قيد نقاشه المستمر، والتأكيد على مضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي والخدمي والسلعي ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة بما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة. كما استمع المجلس إلى تقارير حول الأوضاع العامة التي تشهدها البلاد، محيّن المجلس اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة المنعقدة في العاصمة عدن، ومشيدا بدور الهيئة في مساندة المجلس خلال المرحلة الماضية والأمال المعقودة على نتائج اجتماعاتها في تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق في إدارة الدولة. وفي العاصمة السعودية الرياض، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بالسفير البريطاني لدى بلادنا ريتشارد أوبنهايم، وبحث اللقاء آخر التطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني واستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية بتصعيدها العسكري بمختلف الجبهات وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني وعملية السلام. ودعا العراد المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف تصعيدها الميداني وتهديدها لحركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية، مجددا التأكيد على تمسك القيادة السياسية بخيار السلام بالرغم من سلوك ميليشيات الحوثي الإرهابية الرافض له. إلى ذلك، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح على مضاعفة الجهود لاستكمال مشروع طريق الكدح البيرين بالمخا الذي تشرف على تنفيذه الخلية الإنسانية بدعم من دولة الإمارات العربية الشقيقة. وخلال تفقده للطريق، قال العميد طارق صالح أن الطريق سيمكن أبناء المناطق المحاصرة في تعز من التغلب على صعوبات التنقل جراء الحصار الحوثي الغاشم، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل العاملين في المشروع ومؤكدا على واجب الالتزام بالمعايير والضوابط الهندسية والتأكد من جودة وسلامة المواد المستخدمة واختبارها قبل الاستخدام لضمان مشروع حيوي مستدام بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات. ويمتد الطريق في منحدرات جبلية وسهلية على طول 14 كيلومتر، ويستهدف فك الحصار والتغلب على قيود الحركة والتنقل التي يعانيها السكان. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: أمن العاصمة عدن يعثر على جثامين لثلاثة جنود في منزل قيادي إرهابي في مديرية دار سعد. محافظ حضرموت يلتقي فريق منع الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة. وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسلم معدات وتجهيزات طبية إلى مركز المحور الطبي بروة خلف بالمكلا. أهلا بكم من جديد.
عقدت دائرة التأمين الفني في القوات المسلحة الدورة الأولى في العاصمة عدن لنواب القادة للشؤون الفنية والأركانات الفنية للقوى والمناطق وأكد التشكيلات العسكرية والمحاور والوحدات المستقلة والمنشآت والمعاهد التدريبية. وأكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في مستهل الدورة أكد على أهمية الجاهزية الفنية كرديف ملازم للجاهزية القتالية، مشيدا بانعقاد مثل هذه الدورات التأهيلية لتفعيل القواعد والورش الفنية للقيام بدورها كما يجب في صيانة وتأهيل المعدات والآليات في مختلف الوحدات العسكرية، مضيفا بأن الوزارة ستعمل على وضع الأطر المؤسسية لكل الوحدات العسكرية لتوزيع الآليات والمعدات في أماكنها الصحيحة وفقا للاحتياج. وشدد وزير الدفاع على الحفاظ على الإمكانيات والمعدات والآليات العسكرية والفنية، لافتا إلى ضرورة احتواء ودعم الطاقات الشابة للنهوض بالجانب الفني ومختلف الجوانب الأخرى في القوات المسلحة. عقد بالعاصمة عدن اللقاء التشاوري المشترك برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي وهيئات الوزارة السمكية وممثلي القطاع الخاص والاتحاد التعاوني السمكي. وناقش اللقاء مجمل الإشكاليات التي تواجه القطاع السمكي وآلية تنفيذ القرار الوزاري بوقف صادرات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة. وأقر اللقاء تشكيل لجنة من كافة جهات الاختصاص لمعالجة وفرة الأسماك ووضع رؤية لمسودة استراتيجية القطاع السمكي، إضافة إلى تنظيم مراكز الإنزال السمكي وتفعيل الرقابة والإشراف عليها وعمليتي التسويق المحلي والتصدير وتطبيق الشروط على المصدرين، وكذا تسجيل وترقيم سيارات النقل ومراعاة وضع وحقوق الصيادين وإلزام الشركات والمؤسسات بشراء وتخزين الكميات المتوفرة من الأسماك ووقف كل الأعمال التي تستنزف الثروة السمكية. النتائج ستفضي الى كثير، يعني نتائج القرار ستفضي الى كثير بايجاد نوع من المعالقه والشعور فيها مجتمعيا. طبعا نحن نعاني صعوبه فيما يتعلق بمعالقه الوفره، فمعفره قيم الانتاج، في اسعار وسائل الاصطياد، في ارتفاع اسعار الوقود، هذا جزء من المهددات وهي معضله امامنا كقطاع سمكي في دعم الصياد، خاصه الذي يعاني اللي هو مصدر السلعه، مهم جدا. كيف نقف على وسائل كثيرة، ما يتعلق وسيلة الاصطياد، ما يتعلق في المحروقات، ما يتعلق في آلية التسويق الداخلي، ما يتعلق في آلية التسويق الخارجي. أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري دعمه لقضايا المرأة بهدف ضمان حقوقها ودورها القيادي في المجتمع وصناعة القرار. جاء ذلك خلال كلمة له في ورشة عمل للنساء القياديات في العاصمة عدن، حيث جدد الزعوري تأكيده على الاهتمام بالخطة الوطنية للمرأة خلال لقاءاته مع المانحين وخلال المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة. وتهدف الورشة إلى فتح باب النقاش حول الفرق بين المشاركة في موقع صنع القرار والتأثير في صناعته. عثرت قوات أمن العاصمة عدن على جثامين لثلاثة جنود في منزل أحد القيادين الإرهابيين في مديرية دار سعد. ذكر مدير شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني أنه خلال تحقيقات للشرطة مع أحد المطلوبين أمنيا كشف عن وجود ثلاثة جثامين لجنود تم تصفيتهم وإخفاء الجثث في محيط المنزل الخاص الإرهابي أمجد خالد في مديرية دار سعد، موضحا أن الأجهزة الأمنية بمعية فريق من نيابة دار سعد والطبيب الشرعي والتكنيك الجنائي نفذت نزولا إلى محيط المنزل لمعرفة واقعة الجريمة وتصوير تفاصيلها ورفع محاضر التحقيقات. وأكد الذرحاني بأنه تم العثور على الجثامين الثلاثة التي يعتقد بأنها اثنتين منها تعود للجنديين من أفراد شرطة لحج ممن تم اختطافهم من قبل لواء النقل في العام 2019 بحسب التحقيقات الأولية واعترافات المطلوب أمنيا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات والإجراءات الأمنية لمعرفة كافة تفاصيل الجريمة وإحالتها للجهات المختصة والنيابة العامة لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الجناة. بحضور رئيس مصلحة خفر السواحل في بلادنا، أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر خلال ترأسه اجتماعا ضم بعض قادات الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة، أكد على أهمية التنسيق بين كافة الوحدات الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار واستمرار عجلة التنمية الشاملة. ولفت المحافظ بن ياسر خلال الاجتماع إلى أن السلطة المحلية قدمت الكثير من الدعم اللامحدود لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومنها قوات خفر السواحل وفق الإمكانيات المتاحة، داعيا الجميع للقيام
أداء واجباتهم الأمنية بكل مسؤولية، ومستعرضا أبرز الإنجازات الأمنية التي حققتها الوحدات والألوية العسكرية بالمحافظة، أبرز المشاريع الخدمية التي نفذتها السلطة المحلية. من جانبه أشار رئيس مصلحة خفر السواحل في بلادنا إلى أن هناك دعم أمريكي من قوات التحالف العربي لمصلحة خفر السواحل في إطار مكافحة ظاهرة التهريب في سواحل البلاد، لافتا إلى أن مصلحة خفر السواحل ستنفذ دورات تأهيلية لقواتها في كافة المحافظات. في المقلة التقى محافظ حضرموت بخطو ماضي فريق منع الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة، واستعرض أعضاء الفريق الأممي خلال اللقاء أهداف الزيارة في معرفة احتياجات قوات الحماية البحرية في محافظتي حضرموت والمهرة، وتقديم الدعم لرفع قدرات قوات خفر السواحل وحرس الحدود لتحسين أمن الموانئ والشريط الساحلي، إلى جانب تقديم الدورات التخصصية والاحتياجات والخبرات في مجال الحماية البحرية ومحاربة التهريب. وأكد محافظ حضرموت تقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهمة عمل الفريق والرفع بتوصيات تدعم قدرات القوات المعنية بالحدود البرية والبحرية في المحافظة. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش على نشاط وبرامج مكتب التربية والتعليم في ساحل المحافظة، واستمع الوكيل بن حبريش خلال لقائه مدير عام المكتب الأستاذ أمين بعباد، استمع إلى شرح حول الجهود المبذولة لتعزيز استقرار العملية التعليمية وتطوير مستوى الأداء وأكد تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية، مشيرا إلى أن المكتب أولى اهتماما لتغطية احتياجات المديريات والمناطق الريفية وأعطاها أولوية بالإضافة إلى حصر المشاريع فيها والرفع بالمعالجات بشأنها. وأكد وكيل أول حضرموت على استمرارية الجهود والعمل على توفير المزيد من الفرص، وأكد البرامج التي تسهم في تحسين جودة التعليم وتلبية متطلباته، داعيا إلى خلق تعاون وشراكة مع مختلف المنظمات والمؤسسات الداعمة للتعليم وفق أهداف ورؤى تلبي الاحتياج التعليمي. التقى مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد وفدا وزاريا للإدارة العامة للتعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم، وأكد المدير بعباد خلال اللقاء بأن مكتب الوزارة يولي مدارس التعليم الأهلي أهمية كبيرة أسوة بمدارس التعليم العام بوصفه الرديف للتعليم الحكومي، موضحا بأن المكتب قد استهدف كوادر المدارس الأهلية وأشركهم في العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي ينظمها المكتب سنويا، ومشيرا إلى أن تلاميذ وطلبة تلك المدارس حظوا بنصيب من الاهتمام من خلال إشراكهم في مختلف النشاطات التي درج المكتب على تنظيمها كل عام. من جانبه أوضح الوفد الوزاري بأن الزيارة تأتي للاطلاع عن كثب على أداء المدارس الأهلية والجوانب الفنية والتعليمية فيها وفقا للمعايير المطلوبة. بعد انتشار المناظر المخلة بالأدب والخادشة للذوق العام في بعض الجامعات والمدارس وكذا الأسواق العامة، ومن هذا المنطلق دشن فريق فينا خير حملته الهادفة إلى كبح جماح السيء من الأخلاق والتوعية بخطورتها، المزيد في سياق هذا التقرير. ماذا فعلت اليوم؟ ماذا قلت اليوم؟ لمواجهة المد الذي يمس قيم المجتمع وينقل إلينا عادات لم نعهدها في الرعيل الأول، يأتي هذا التدشين لفريق فينا خير التطوعي لمبادرة لم نكن هكذا في جامعة حضرموت التي تهدف إلى كبح جماح السيء من الأخلاق والتوعية بخطورتها. هذه المبادرة التي تشمل مجموعة من المحاضرات التوعوية في موضوعات حقيقة نحن بحاجة كبيرة في جامعة حضرموت أن يعرفها ويتعرف عليها، خاصة أنه ستكون من أساتذة وشيوخ لهم دور كبير جدا في شرح هذه الموضوعات بشكل تأصيل ديني، يعمل على تثقيف الطلاب. كثيرة هي المظاهر المخلة بالأدب التي نلاحظها في الأسواق وفي الجامعات والأماكن العامة التي تستوجب النصح وعدم السكوت عنها حتى لا يظن أن هذا الأمر عادي بداعي التحضر والتقدم، فهذا الفكر أخطر ما يكون على المجتمع. استهدفنا هذا الشباب لأن الشباب هم أكثر عرضة لهذه البلاء وهذه بعض المحرمات، وهما الفئة هي نبض الأمة وهي المعول عليها في إصلاحها وفي ترشيدها وفي هدايتها للنهوض بالأمة وإظهار الإسلام وإشعار الإسلام،
ويأتي هذا من منهج العام لشرع الله، وهو الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المبادرة تستهدف جميع كليات الجامعة، وهي نتاج تفكير وتمعن لما وصل له بعض الشباب هذه الأيام، وإيمانا بأهمية النصح بالكلمة الطيبة بعيدا عن كيل الاتهامات بالانحراف وادعاء التطور، فدور المناصحة مهم لنرتقي سويا بهذا المجتمع. لو جيت لكل شخص حضرمي تسأله عن لما يشوف مثل هذه الحاجات، أكيد بيكون في قلبه حرقة من هذه الحاجات، لكن نحن بتوفيق من الله قدرنا نحن ننفذ هذه المبادرة وأنشأناها. في كان معنا دورات تبع ملتقى المحبة الشباب التطوعي عن آلية تصميم المبادرات وجلب الدعم لها. دخلنا هذه الدورات ومن ضمن الأفكار اللي حطيناها في الدورة أنه نلقي هذه المبادرة، والحمد لله بتوفيق من الله أن احنا توفقنا في هذا وقدمنا كثير من التوعيات وصلنا لهذا المكان. لا بد من التمسك بالأخلاق واتباع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف حتى لا نسقط في وحل العادات السيئة الدخيلة على مجتمعاتنا، فالأمم الأخلاق ما بقيت. لقناة المكلا، فيصل الجابري. سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي معدات ومستلزمات طبية دعما لمركز المحور الطبي بربوة خلف في مدينة المكلا. وذكرت مديرة مركز المحور الطبي بربوة خلف خلال عملية التسليم أن الدعم والتجهيزات والأثاث المقدم للمركز هو استكمال للدعم السابق من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تولي القطاع الصحي اهتماما خاصا بشكل مستمر، مؤكدة بأن رفض المركز الصحي بهذه المستلزمات اللازمة سيعزز من قدرة المركز لتقديم خدمات طبية أفضل، مضيفة بأن المركز يستقبل العديد من الحالات المرضية كونه الوحيد في المنطقة، ومشيرة إلى أن هذه الأدوات والتجهيزات ستساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة المركز على خدمة الأهالي في المنطقة، وثمينة الدعم السخي المتواصل للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر. ترأس الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع طارق العكبري بمدينة سيئون اجتماعا لقيادات الأمان العامة ومكاتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الوادي والصحراء. واستعرض الأمين المؤتمر حضرموت الجامع خلال الاجتماع لمحة عامة حول المرحلة الراهنة ودور المؤتمر الجامع فيها، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود وتلاحم الجميع لتحقيق مخرجات المؤتمر وانتزاع حقوق حضرموت وخلق شراكة حقيقية وفاعلة مع الجميع، مشيرا إلى أن العمل مع السلطة المحلية وتعزيز الشراكة معها له أهمية كبيرة كونه يهدف إلى خدمة المحافظة، مشددا على إبراز دور المؤتمر في المجتمع والعمل وفقا لمخرجاته ووضع الخطط والبرامج المختلفة لمواكبة تطورات هذه المرحلة. في شبوة دشنت السلطة المحلية بالمحافظة الحملة الاحترازية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال التي تستهدف أكثر من 120 ألف طفل وطفلة في عموم مديريات المحافظة. وأكدت السلطة المحلية أهمية الحملة في وقاية الأطفال وحمايتهم من الإصابة بالأمراض والفيروسات القاتلة، موجهة قيادات السلطة المحلية في المديريات بضرورة التعاون مع فرق التحصين وتمكينهم من الوصول إلى الأطفال المستهدفين من الحملة. من جانبه أكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة انطلاق أكثر من 1000 كادرا صحيا لتنفيذ الحملة في 17 مديرية بالمحافظة تحت إشراف 149 مشرفا صحيا، لافتا باستكمال برامج التدريب للكوادر وتزويدها بالدليل الإرشادي لتنفيذ هذه الحملة. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أمن العاصمة عدن يعثر على جثامين لثلاثة جنود في منزل قيادي إرهابي في مديرية دار سعد. محافظ حضرموت يلتقي فريق منع الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة. وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسلم معدات وتجهيزات طبية إلى مركز المحور الطبي بربوة خلف بالمكلا. نشرتنا الإخبارية انتهت، إلى اللقاء.